عموما في قضية، أنا ذكرت في المحاضرة قضية التعامل بين الأطفال والآباء، لا أريد أن أعيد نفس الكلام، لكن ما أريد أن أحث الناس عليه هو أن الطفل ينبغي أن يعني تنمى فيه المعاني الشرعية والمعاني الأخلاقية وهو ما يزال صغير السن، في الوقت الذي يكون ممنوعا من مواقع التواصل ومن الهاتف النقال أصلا. يعني هذه مسألة مهمة جدا، أنا أعرف كثير من الآباء والأمهات من اللي تيصدعها ولدها هذا هاك الهاتف وهنيني واحد شوية، لأنه تبقى من لعبة إلى لعبة، وهذا لا يمكن تصور الخلل والفساد الذي يحدث في عقل الطفل وفي نفسه بسبب هذا الاستهلاك في سن صغير. يعني شيء خطير جدا، خطير إلى أبعد ما تكون الخطورة، وكثير من الناس لا يعرفون. وذلك أصلا أنه يكون عنده هاتف نقال خص لابد واحد السن يكون كبير شوية، ثم حتى إن كان عنده الهاتف النقال مش بالضرورة يكون عنده مواقع التواصل، بل هذا يحتاج إلى سن معين. فإذا في هذه اللحظة، في هذه المرحلة العمرية التي يكون فيها بعيدا عن مواقع التواصل وعن الهواتف النقالة، مش يترك، لا يترك لنفسه يتعلم من تلقاء نفسه، ولكن هنا مسؤولية الأب والأم، والأب على الخصوص خلافا للسائد بين الناس اليوم، مسؤوليتهما في أن يدخل إلى ذهنه مجموعة من القيم، قضية بر الوالدين، قضية التعامل مع كتاب الله عز وجل، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التسليم للنصوص الشرعية، العلاقات الفطرية بين الرجل والمرأة وهو طفل، وهو طفل مثلا وهو ذكر، تقول له شوف انت راك ستكون رجلا، أو تقول له قاعد من باب المدح أنت رجل الآن، أنت مسؤول على أختك مثلا، أنت مسؤول على أمك، وما زال ما مسؤول على شيء حاجة غير من باب الحث وكذا، من باب المدح ومن باب تحميل مسؤوليات، فهمنا؟ فتنشأ هذاك الطفل على معاني الرجولة وهو لا يزال طفلا صغيرا. ونفس الشيء بالنسبة للبنت الصغيرة، تتعلم منذ صغر سنها أنها مسؤولياتها في بيتها، تمدح إلى شي نهار دخلت لشي المطبخ وعملت شي كيكة، واخا تكون محروقة، واخا تكون ما فيها ما يجمع، قول ما شاء الله وعملتي واحد العمل، وهكذا تمدح بمثل هذه الأمور وهكذا. فهذه القيم مهمة جدا باش لما ينشأان معا. مثلا من الأشياء تقول للذكر ما عمرك تضرب البنت، ما عمرك تضرب المرأة، لأنك أنت رجل وأنت مسؤول عليها، فلا يحق لك أن تضرب أختك أو لا أي بنت أخرى، أشياء من هذا القبيل ينمى عليها الأطفال من صغر السن، ماشي إذا تخليه حتى يصبح مراهقا أو شابا، وحينئذ نبدأ في الإصلاح. إصلاح الخلل وعلاج المرض دائما أصعب من الوقاية منه ابتداء. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.